من وقر الإيمان في قلبه فلم ينطق بالشهادة لمانع أو لغير مانع، إذا كان المانع خلقي أخرس فهو مؤمن في الدنيا والآخرة، تكفي إشارته، تكفي أفعاله التي تدل على إيمانه. ومن لم ينطق لضيق الوقت مثلا وقر الإيمان في قلبه لكن ما تمكن من أو ما وفق لشخص يلقنه الشهادة فهو في أحكام الدنيا كافر، وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى يتولاه. وهذه المسألة تبحث عند أهل العلم، وكان النظر في بادئ الأمر يظنها من باب تتميم القسمة، يعني الواقع ما يشهد بها، وهي واقعة. قد جاء سؤال من شخص أفريقي له زميل نصراني يقول دعوته إلى الإسلام فوقر الإيمان في قلبه، فقال اذهب بنا لشيخ نسلم على يديه، لكن ما نطق بالشهادة. ذهب إلى الشيخ، قال الشيخ الآن باقي على الأذان ربع ساعة، يلا مدينة تجهز للصلاة، وبعد الصلاة تجون إن شاء الله. يقول خرجنا من عند الشيخ فيه إطلاق نار، قتل الرجل وانتهى، ما نطق بالشهادة. كان هذا حرمان، حرمان لهذا الشيخ، وإن كان جاهل من هذا الطالب المسلم، وإلا تلقين الشهادة وش يبي، ما يحتاج إلى وسائط. عندنا الأمر لا يحتاج إلى وسائط، الشهادة ظاهرة ويعرفها الخاص والعام والعالم والجاهل، فلا تحتاج لمثل هذا. نعم في الأمور الرسمية من أجل الإقامة ومن أجل الديانة تغير من كذا إلى كذا، نعم، لكن تلقينه الشهادة في أول لحظة، لأن لا يحرم من أن يعامل معاملة المسلمين في الدنيا، لأنه في الدنيا كافر، ما شاهد، ما يصلى عليه ويدفن بثيابه، لا، في الآخرة الله يتولى. بل حكم جمع من أهل العلم بأنه حكمه في الآخرة مسلم مؤمن دام وقر الإيمان في قلبه، والله يتولاه. أما في الدنيا فلا بد من العلامة الظاهرة وهي النطق.